بشرى ملك هي بقرب العودة إلى الحياة الطبيعية، حيث ظهر الملك محمد السادس في أول نشاط يستقبل فيه شخصية دولية منذ عدة أشهر. واستقبل الملك محمد السادس اليوم بإقامته ببوزنيقة الرئيس الغابوني علي بونغو بدون كمامة. والواضح أن ظهور الملك دون كمامة يعطي الانطباع أن المغرب سائر بنجاح في مواجهة كورونا، بل والعودة إلى الحياة الطبيعية. والأكيد أن استقبال الملك للرئيس الغابوني بدون كمامة تأتى بفعل تحسن الوضع الوبائي بالمملكة المغربية، وهي إشارة أيضا إلى أن الجهود المبذولة أعطت أكلها وماضية في إخراج البلاد من تداعيات كورونا. يذكر أن الملك محمد السادس حرص على ارتداء كمامة طبية خلال كل الأنشطة في رسالة واضحة للمواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية ضد كوفيد-19. نشكركم على حسن المتابعة.